سنة 2014 في دراسة اتنشرت في مجلة Environmental Science and Technology لو ان التفاعل ما بين النيتروجين والكلورين ممكن يؤدي الى انتاج سلاح كيميائي محرم دوليا سيانوجين كلورايد. بعد ما صحت اخدت قرار فك زنقتك في حمام السباحة زي الرياضي الاسطوري مايكل فيليبس واغلبية السباحين الاولمبيين هات لي ضميرك عشان عايز اهزقه. ايه اللي انت حبيبته ده؟ انت مش شايف شغلك ليه؟ ما قلتلوش ليه تنايل يروح الحمام؟ انا مش فاهم، مش عايز تشتغل في 1000 ضمير، في 1000 ضمير يرجع يشتغل مكانك، وزارة الخارجية لسه جايبين 18 ضمير من ليبيا. عادي نتكلم من خط الساحل بيجوا ايه؟ ما تفرحش بنفسك، المهم بس نرجع لموضوعنا، يعني يوم ما ساعتك بتاخد قرار فك زنقتك، احب اقول لك ان في تفاعلات منيلة ب 60 نيلة ممكن تحصل، خليني بقى احكي لك عن التفاصيل. الزنقة فيها حاجة اسمها يوريا، مصدر متكامل من النيتروجين. المهم ساعتك دلوقتي اتزنقت، تبص يمين شمال ما لقيتش حد، يعني قمت مخلص مزنوق وفاهم يعني خلاص ما حدش شايف حاجه تحت، يعني تخلص انت من هنا والكلورين قاعد مستني ومتربص عشان يقفش النيتروجين. هما بيصدق يتفاعل مع اي حاجه زي اي عنصر كيميائي. الكلورين نفسه 8 الكترونات، هما 8 فاهم، هو يعني خلاص هو عنده 7 وفاضل له واحده، فيعني فهو مش شايف حاجه قدامه. فيوم ما يلاقي شويه يوريا يعني عينك ما تشوف الا النور، حاجه سيئه. ودول يا بابا يوم ما يتفاعلوا يعمل لك حاجه اسمها سيانوجين كلورايد، سلاح محرم دوليا، سلاح كيميائي محرم دوليا، عشان ساعتك تبقى فرحان وفخور من نفسك وانت بتعمل حاجه كده شاطر فالح. طبعا احنا بنتكلم على سكيل صغير، حمام سباحه اللي في بيتكم ولا الفندق انت نازله، لكن تعالى مثلا شوف حمام سباحه مثلا زي بتاع الاولمبياد، وثقافه فك الزنقه دي معروفه متعارف عليها دوليا، يعني الناس كلها عارفه كده، وده حمام اولمبيا بابا، يعني بيجي له اشكال والوان من جميع انحاء العالم. طبعا كل زنقه اظن تبقى مختلفه. حدث ولا حرب، اسلحه محرمه دوليا زي ما انت عارف، اسلحه محرمه دوليا عشان ساعتك مش فاضي تطلع تروح الحمام، لك ان تتخيل. وحتى لو مش اولمبيا، وحتى لو مش حمام اولمبي، يعني تعالى ناخد حمامات سباحه في الفنادق ولا تبقى في النادي ولا الحاجات دي. حسب مجله ساينتفك امريكان 1 من كل 5 اشخاص هيعمل حركه من ليل ب 60 ميل. وطبعا ده الكلام ده في امريكا، ما بالك انت بقى في دوله زي بتاعتنا كده، يعني المفروض ان احنا عندنا يعني الناس يعني لاف معروفين يعني. بس برضه في نهايه الامر يعني ما اقدرش انكر ان انا كنت بحاول اثير البلبله والراي معاه، كان صراحه مش بنفس الحجم اللي انا كنت بتكلم بيه. قصدك ايه؟ مين الضمير اللي كنت لسه بهزقه من شويه؟ اخلص قول. بص عشان كنت صريح معاك، يعني الكميات اللي انا بتكلم فيها مش هتكون كبيره يعني. يعني ايه؟ يعني مش بالحجم اللي هو هيخلي الحمام مستنقع للاسلحه الكيميائيه. يعني انت كنت بتضحك عليا؟ لا يا عم ولا اقدر، لا يا راجل مش انا. لازم يكون في ما يعادل 3 مليون شخص بيفكوا زنقتهم مره واحده، وفي العاده دي صراحه انت ممكن تموت من سيانوجين كلورايد لانه هيبقى مكثف بشكل كبير جدا. ده طبعا لو ما فطستش 3 مليون شخص في مكان واحد، يعني لك ان تتخيل. عندك كنا بنركب المترو، وده طبعا لو ما غرقتش 3 مليون شخص بيفكوا زنقتهم مره واحده. المهم يعني مش هنموت، بس بلاش نعمل حرب. انت عارف انت ممكن تعملها فين؟ في البحر. تعرف انت ممكن تعملها فين؟ في البحر. في البحر صراحه الحكايه مفيده جدا، انا يعني بطمنك عشان انت لو بتعملها وحاسس بالذنب. السر في اليوريا، زي ما قلت اليوريا فيها نيتروجين، والكائنات اللي في البحر كائنات عموما بتحب النيتروجين لان هو عنصر اساسي في صناعه الحمض النووي وصناعه البروتينات. فكل اللي هو موجود في اليوريا كل نزل في البحر، في كائنات كتيره جدا جدا ممكن تستفيد منه. لا اليوريا مليان، لا يعني اليوريا تقيل، شويه نيتروجين على اكسجين على كربون على كم هيدروجين كده ونظبط المسائل. عقبه غذائيه متكامله، عندك حاجه مثلا زي سمكه القرش مثلا جسمها كله يوريا. انت فاكر احنا بناكل سمك القرش عشان صعبه ان احنا نصطادها ولا حاجه، ولا عشان رامز جلال ما يقعدش في بيتهم؟ لا لا لا، الفكره ان جسمها طعم وحش كله يوريا، حاجه قذره جدا. وبما اننا ذكرنا كائنات في البحر، خلينا برضه نفكر شويه الكائنات دي بتعمل حاجتها فين؟ كله في البحر. وزي ما قلت يعني البحر ما فيهوش اي اضرار لانه كله بيقدر يستفيد من الحاجات. فيعني لما تيجي تسمع مياه الصرف الصحي بتروح فين ما تبقاش متضايق قوي، يعني ما تزعلش كده كده. يعني حتى النيل فيه كائنات ظريفه جدا بتعمل حاجات ظريفه جدا فيه، انت ما بتشوفش ولا ايه؟ بنزل اتفرج، بيبقى في بقر وجابوس وبيخلصوا فاهم؟ المهم الكلام ده يعتبر صح لو بنفكر ان الاشخاص اللي فكوا زنقتهم كانوا كويسين ما عندهمش امراض او كده، لانه مثلا في حاله الكوليرا هو ده طريقه الانتشار، اصل الحاجات دي ترجع تنشر بعد كده. المهم بس برضه نرجع لموضوعنا، فكره ان الزنقه فيها عناصر كيميائيه كتير يجعلنا نتوقف ونفكر شويه، لان احنا صراحه ما ينفعش نخسر الحاجات دي. اولا هو عنصر متكامل زي ما قلت من النيتروجين والاكسجين والكربون والفوسفورس، واكثر من 90% من الادويه بتنزل فيه. عشان كده حاجه زي السيفون مثلا لازم تتشال. السيفون لما بيجي يشيل بيشيل كل حاجه، ما بيطلعش الحاجات المهمه. ده غير طبعا السيفون مكلف جدا وبيضيع ميه كتير، وده سبب اساسي في ان اكتر من 40% من سكان هذا الكوكب، يعني اكتر من 2 مليار شخص
ما عندهمش حمامات. يا عم صنع النبي، احنا لقينا اكلهم لما دخلوا حمامات. مش هنتكلم كلام منطقي شويه. خليني اقول لك صراحه، الحمام جزء اساسي من الصرف الصحي. في اكتر من 4000 طفل بيموتوا بشكل يومي بسبب مشاكل في الصرف الصحي. اكتر من 50% من الناس اللي موجوده على سراير في المستشفيات اللي في الدول الناميه موجودين بسبب مشاكل في الصرف الصحي، منها امراض زي الكوليرا والتيفويد. مش كده، في زياده فعلا بتحصل في الحمامات. يعني احنا بنشوف الحمامات بتزيد. نسبه الحمامات على مستوى العالم من سنه 1990 لحد النهارده زادت من 7% ل 61%. يعني عامل رقم كبير، الا انه لا يضاهي زياده الموبايلات مثلا على مستوى العالم. في تنزانيا 50% من السكان عندهم موبايلات، في حين ان 24% بس عندهم حمامات. معادي ممكن يكون عندهم حمامات مشتركه. روح كلم السي ان ان، مش مشكلتك. بس خلينا موضوعي، ليه نجيب حمام؟ حمام مكلف. 30% من الميه المستخدمه في البيت بتروح عن طريق التواليت. الكلام ده طبعا في بريطانيا، يعني ما عندهمش شطافه. يعني لك ان تتخيل، مش مبذرين في الميه زي حلقنا. طبعا دوله زي صاحبتنا هنا ميه كتير جدا بتروح. طبعا زي ما قلت، السفن بيعمل كل حاجه، كل حاجه بتروح، مفيش حاجه، محدش بيستفيد منها خالص. عشان كده بيل جيتس مؤسس شركه مايكروسوفت واغنى راجل في امريكا، حاطط اكتر من 370 مليون دولار استثمارات في الحمامات، اكتر من مليار جنيه، عشان شايف ان احنا ممكن بشكل او باخر نقدر نستفيد. ساعتك لسه بكل برود بتفك زنقتك في الشارع، انا بطاطا اللي في البحر تستفيد ولا ساعتك بتستفيد. شاطر، حافظ على زنقتك وحطها في المكان الصح. ام البطل الاولمبي بقى اسمها فرنسا. شكرا شكرا شكرا.